مساء الخير متابعينا متابعين طقس العرب الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. كانت الأجواء نهار هذا اليوم معتدلة في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية من المملكة ودافئة في باقي المناطق. أما درجات الحرارة الصغرى في العاصمة الرياض مساء هذا اليوم تصل إلى 13 درجة مئوية، ودرجات الحرارة الملموسة تكون أقل من ذلك وتصل إلى 11 درجة مئوية. أما نسب الرطوبة تصل إلى 39% وسرعة الرياح تصل إلى 13 كيلومتر في الساعة. انتقالا إلى توقعات الطقس ودرجات الحرارة في المدن السعودية غدا نهارا، ونبدأ من المناطق الشمالية. درجات الحرارة في سكاكا نهارا 28 الصغرى 14، عرعر 23 الصغرى 13، تبوك 28 والصغرى 13 درجة مئوية، وأجواء مشمسة ومستقرة في هذه المناطق. أما درجات الحرارة في المدينة المنورة نهارا 31 الصغرى 18، جدة 32 الصغرى 19، مكة المكرمة 34 والصغرى 23، أما في الطائف 25 العظمى و13 درجة مئوية الصغرى، وأجواء مستقرة وغيوم متفرقة. أما درجات الحرارة في أبها نهارا تصل درجات الحرارة إلى 23 ليلا 13، الباحة 22 ليلا 15، وهناك رياح نشطة في كل من باحة وأبها. أما في جازان درجات الحرارة 30 نهارا و25 ليلا، وأجواء غائمة جزئيا. درجات الحرارة في الدمام نهارا تصل إلى 26 ليلا 12، حفر الباطن 25 ليلا 12، والإحساء 26 ليلا 11 درجة مئوية، وأجواء مشمسة ومستقرة في هذه المناطق. أما درجات الحرارة في الرياض تصل 27 نهارا الصغرى 14، بريدة 29 الصغرى 15، وحائل 28 الصغرى 15 درجة مئوية، وأجواء مشمسة في كل من الرياض وبريدة وغائمة جزئيا في حائل. كان كل ذلك حتى هذه اللحظة، سنوافيكم بباقي التفاصيل خلال النشرات القادمة. لا تنسوا متابعتنا عبر قناتنا على اليوتيوب وتفعيل زر الجرس. إلى اللقاء.